كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. التعليق ديالي كما دائما، انا جوز 15 عام في التسيير، ماشي لعبنا بزاف الدربيات، 30 دربي لعبنا، اذا طاح طنجه معنا احنا طحنا معاهم، طلعوا معنا طلعنا معاهم، عادي مباراة في كرة القدم. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى الروح الرياضية تكون سائدة في هذه المباراة، ونتمنى اللي هو كان أفضل هو اللي غادي ينتصر، وطنجة محتاجة في الانتصار أكثر من تطوان، وتطوان كتجتهد باش دفلت من المناطق المكهربة، إذا كتبقى المنافسة على كرة القدم على الروح الرياضية. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى طنجة تخرج من هذا أسفل الترتيب، هذه الأزمة بالنتائج.